إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. أخي محمد، أسمعنا مما تحفظ من كتاب الله ولك الحرية في الاختيار. سأقرأ بإذن الله من سورة الروم. قارئ وتلاوة. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. نتنقل بكم في حواضر العالم الإسلامي لنبرز بعض المميزين من جيل الشباب في تلاوة القرآن الكريم، نحاورهم حول علاقتهم بهذا الكتاب العظيم، نقدم نماذج من تلاواتهم ليكونوا قدوة لأقرانهم. قارئ وتلاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. قارئ وتلاوة. وضع الشباب في داغستان جيدة ولله الحمد، ويحرصون على حفظ القرآن الكريم. من تذكر من مشايخك في حفظ القرآن الكريم؟ الشيخ الأول هو والدي، ثم أنا قرأت على الشيخ عبد الكريم الجزائري، وأخذ القراءات في مصر وقرأت عليه بعض القراءات. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية، الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الدولية والمحلية. قارئ وتلاوة. يصحبكم في هذا البرنامج عبد الله بن شويش الشويش ومحمد بن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف نبي ورسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من برنامج قارئ وتلاوة. قارئنا في هذه الحلقة من إحدى الدول الأفريقية، حطت بنا رحالنا في جمهورية النيجر، حيث ضيفنا منها، هذا افتراضيا، والواقع أن مكان التسجيل هو في بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وبالتزامن مع مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. نقترب منها أكثر لنتعرف عليه. حياك الله أخي الكريم. الله يحييك وأهلا ومرحبا بك. الاسم الكريم، المولد، النشأة، معلومات حول ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم مختار الحاج، المولد من مواليد مكة المكرمة، نشأت في مكة المكرمة ولله الحمد بين والدين حريصين وبين معلمين أفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا. أخي مختار، حفظك الله وبارك فيك، توجهك للقرآن الكريم حفظا وتلاوة وإتقانا، كيف كانت البداية؟ البداية ولله الحمد كانت في سن السابعة أو السادسة تقريبا، حيث أن الوالد يعني أخذنا جميعا أنا وإخوتي وتوجه بنا إلى تحفيظ القرآن الكريم، وذلك حرصا منه على كتاب الله سبحانه وتعالى، وأراد بذلك أن نسلك الطريق حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله تبارك الله. أخي مختار، تدرجت في المراحل الدراسية، حاليا كم عمرك وفي أي مرحلة دراسية؟ الآن عمري 25 سنة، في مرحلة العالي في كلية الشريعة في معهد الحرم المكي الشريف ولله الحمد. ما شاء الله. ما أثر حفظ القرآن الكريم على حياتك واختياراتك كحافظ لكتاب الله؟ ولله الحمد الأثر يعني جدا أثر كبير وعظيم يعني في حياتي بالنسبة للقرآن، فالقرآن هو الذي يعني
بفضل الله ثم بفضل هذا الكتاب يعني يجد الإنسان نفسه يعني محترما بين الناس وموفقا في جميع أموره من دراسة من عمل من شتى أنواع الحياة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الدنيا والآخرة. آمين. أخي مختار، أعلم أنك إماما لمسجد، ما دور الإمامة في مراجعة الحفظ؟ دور الإمامة في مراجعة الحفظ، طبعا لا شك أن الإمامة تعينك كثيرا على حفظ القرآن الكريم، يعني خصوصا إمامة التراويح والصلوات الجهرية، مما يعني يعينك على أن تحضر وتراجع ما ستقرأه في المحراب، فذلك يعني يعينك إعانة كبيرة على تثبيت حفظ القرآن الكريم. ما شاء الله تبارك الله. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. أخي مختار، سمعتك قبل أن نبدأ تسجيل هذه الحلقة تتلو القرآن الكريم بصوت شجي، لذا حاولت أن أختصر في الأسئلة لكي نبقى أطول وقت في الاستماع لتلاوتك. اقرأ من قول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة،
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. أحسنت وبارك الله فيك أخي مختار. الله يجزاه خير. لولا أن الآية التي تليها آية الدين وهي صفحة كاملة لأصريت عليك أن تكمل، ووقت هذه الحلقة محدود. ما هي اللغة الدارجة في النيجر؟ اللغة الدارجة في النيجر طبعا هي اللغة الفرنسية واللغة الهوساوية، ولكن هناك يعني قبائل يتحدثون بلغتهم الأصلية، ولكن اللغة الرسمية والدارجة هي اللغة الفرنسية. لا أنا لا أقصد الرسمية، أنا أقصد الدارجة بين الناس في بيوتهم العامة أو الغالبة. اللغة العامة أو الغالبة هي اللغة الهوساوية. وماذا تعني كلمة أحسنت بالهوساوية؟ ياي. أنا أقول لك بعد هذه التلاوة ياي. جزاك الله خير أخي مختار. أنا لا أشك أن هناك في بيتكم الآن رجل وامرأة غالين عليك يستمعون، ماذا تقول لهم الوالد والوالدة؟ الله أكبر، يعني قد سألت سؤالا عظيما والإجابة عليه يعني صعبة مهما ذكرت ومهما أثنيت على الوالد والوالدة حفظهم الله ورعاهما، فلن أوفي حقهما، فهما السبب الأول في سلوكي لهذا الطريق، طريق القرآن، وبفضل الله ثم بفضل دعائهما ووقوفهما معي نلت ما نلت، ولا زلت أنال من التوفيق والسداد ما أراه بنصب عيني، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهما وأن يطيل عمرهما في طاعته وأن يرزقهما الجنة بإذن الله تعالى. أنا ومن يستمع وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما شاء الله متميزا، ليس في القرآن فقط وإنما ما شاء الله هذه خطبة في حق الوالدين. والله يعني استهلاني أكثر من هذا، فكما قلت لك مهما قلت ومهما كتبت ومهما ألفت فلن أستطيع أن أثني عليهم الثناء الذي يستحقانه. جعلك الله بارا بهما. آمين، أسأل الله ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقر عيني والديك بك، وأن يصلح لك النية والذرية، وأن يجعلك من عباده الصالحين. آمين يا رب. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. مستمعينا الكرام، تمنيت أن يستمر مثل هذا الحوار المبارك الشيق، ولكن لكل بداية نهاية، ونحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. يتصل كثير من المستمعين حينما يسمعون صوتا مميزا في القرآن الكريم، وأنا لن أدع الفرصة لهم ليتصلوا ليسألوا من هو ضيفنا. هو مختار الحاج أبو بكر من مواليد المملكة العربية السعودية مكة المكرمة، الجنسية النيجر، وأدرس حاليا في معهد الحرم المكي الشريف كلية الشريعة ولله الحمد، وإمام مسجد الريان في مكة المكرمة بحي الشوقية. ما شاء الله تبارك الله. مستمعي الكرام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحية مني ومن زميلي مخرج البرنامج الأستاذ محمد ابن سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. نتنقل بكم في حواضر العالم الإسلامي لنبرز بعض المميزين من جيل الشباب في تلاوة القرآن الكريم، نحاورهم حول علاقتهم بهذا الكتاب العظيم، نقدم نماذج من تلاواتهم ليكونوا قدوة لأقرانهم. قارئ وتلاوة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية، الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الدولية والمحلية. قارئ وتلاوة. صاحبكم في هذا البرنامج إعدادا وتقديما عبد الله بن شويش الشويش، وصاحبكم فيه إخراجا محمد بن سعيد الشمري.